بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. إنك يا مولانا تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا. اللهم اقض حوائج المحتاجين وأد ديون المدينين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا ربي يا ربي يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم بحق القرآن وعلى من نزل اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب اجعلهم في أعلى عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نور ضريحهم بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم
اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنس وحدتهم، اللهم أنس وحشتهم، اللهم أنس غربتهم، اللهم اجعل القرآن العظيم في قبورهم مؤنسا، وعند الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبينهم وبين النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فشغلت بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم يا ربي كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا ربي بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا ربي أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.